الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ما زلنا مع سنن الترمذي. كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده الصحيح عن أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له أعد علي. وفوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روى عنه من غير وجه، وعلي العمل بمكة، وهو قول الشافعي. هذه مسألة الترجيع. ما معنى الترجيع؟ الترجيع أنه يخفض صوته عند الشهادتين ثم يعلو بصوته، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيعلو بصوته، يمد بها صوته، فيخفض صوته عند الشهادتين ثم ذلك يمد بها صوته كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أبا محذورة هذا الأذان. هذا الأذان 19 كلمة، 19 كلمة، وهذا الذي قاله الشافعي. هناك من يقول ب17 كلمة، هو المالكية، و15 كلمة الأحناف والحنابلة. أمين أمين، رضي الله عنك وسلم محسن، جزاك الله كل خير. هذا الترجيع، وهذا قال به الشافعي، والأذان بذلك 19 كلمة. وفي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه الأذان حرفا حرفا، لقنه كلمة كلمة، ومن التلقين وصف له الأذان بالترجيع. أما أبو حنيفة خالف بذلك وقال لا يشرع الترجيع عملا مع حديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد فيه أشهد أن لا إله إلا الله ويعلو بصوته دون أن يخفض صوته، يعني ليس فيه ترجيع، ليس فيه ترجيع. ذلك قالوا 15 كلمة، 15 كلمة، هذا بقول الحنفية. وحجة الجمهور هذا الحديث صحيح، حديث أبي محذورة، وأن النبي علمه الترجيع. وحديث أبي محذورة متأخر بمكة، وحديث عبد الله بن زيد بالمدينة. فلو كان هناك نسخ إذن حديث أبي محذورة ناسخ، ولكن صحيح الراجح أن الكل سنة، أن الكل سنة. وقد رواه مسلم صحيح قال ألقى، قال أبو محذورة ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال ثم تعود فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعلو بصوته، يمد بها صوته. وهذا الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الترجيع علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد روى أبو داود في سننه بأنه قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. فكان هذا الترجيع، هذا الترجيع. أبو حنيفة قال لا ترجيع لحديث عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد نعم ليس فيه الترجيع، لكن حديث المزروع المحذورة فيه الترجيع والأمر على السياق. فهنا أبو محذورة علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة، وما حزب عبد الله بن زيد حزب بلال أنه 15 كلمة في حزب عبد الله بن زيد، وحزب بلال أيضا أن الإفراد في الإقامة وليس التثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه سرة من فضة، وهذا احتج به العلماء الذين يقولون بجواز أخذ الأجرة على الأذان أو على القراءة أو غير ذلك. والصحيح كما قلنا بأن الترجيع هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أبا محذورة، وإن كان الترجيع ليس موجودا في حديث عبد الله بن زيد الذي هو في الأول، نقول هذا سنة وهذا سنة. فمن قال بالترجيع صح له ذلك، من قال بعدم الترجيع صح له ذلك. فعندنا في الأذان سنتان: الترجيع والتربيع. التربيع أن تقول الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أما المالكية فلم يقولوا بالتربيع، لذلك قالوا بأنه 17 كلمة. فالمالكية يرون بأن الأذان 17 ركعة. لما؟ لأنهم لا يقولون بالتربيع، لو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول الله أكبر الله أكبر فقط دون التربيع. الشافعية يرون التربيع والترجيع، الحنفية لا يرون الترجيع ويرون التربيع، وكل ذلك لأنهم نظروا إلى حديث بلال أو حديث عبد الله بن زيد في المدينة وعمل أهل المدينة، وحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محظورة. ولذلك في الرواية الأخرى عن أبي محظورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، لأنه كان يسني في الإقامة عليكم السلام، كان يسني في الإقامة، وبلال كان يوتر كما قال أنس أمر بلال بالتشفيع في الأذان وأن يوتر في الإقامة، لكن حديث أبي محظورة كان يشفع في الأذان ويشفع في الإقامة. وقلنا كل سن كل سن، وقال والإقامة 17 ركعة، أنا أمر أن يشفع فيها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني بلا تربيع بلا ترجيع بلا تربيع. وأقول قد قامت الصلاة، قامت الصلاة مرتين، يقولها مرتين. أما الإقامة، وهذا قال به أبو حنيفة، العجيب أنه أخذ بإقامة أبي محظورة. أما المالكية فقالوا 11 ركعة، ونقول كل كلمة مرة واحدة حتى التكبير، حتى الإقامة قالوا تكون مرة، هي قد قامت قد قامت. قوله هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أحمد أبو داود والترمذي والترمذي. أبو محظورة واسم سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أصلا أصيلا في مسألة جواز أخذ الأجرة على الأذان. إذا هنا الكلام على حديث أبي محظورة، قلنا بأن المسألة هنا فيها أمور ثلاثة: الحديث عبد بن زيد، حديث بلال، حديث أبي محظورة. الكل سنة، الكل سنة، وإن كان هناك ترجيحات عن بعض العلماء على الأكمل. ولذلك الشافعية يرون بأن حديث أبي محظورة فيه التربيع والترجيع يقول به، وأما المالكية لا يرون بالتربيع لكن يرون الترجيع أيضا، وأما الحنابلة الحنفية لا يرون التربيع ولا الترجيع. والإقامة فيها التثنية والإفراد، أما الحنفية فيقولون فإذا هنا التربيع، بعدنا التربيع والترجيع والإفراد والتثنية. الشافعية يقولون بالتربيع والترجيع في الأذان، ويرون الإفراد في الإقامة، والحنفية يرون لا يرون التربيع والترجيع، يرون التثنية في الإقامة يأخذون بها، والمالكية يرون الإفراد في الإقامة ويرون أيضا عدم التربيع في الأذان. فالحنابلة فقط لا يقولون بمسألة الترجيع، وباقي الأمور يوافقون الشافعية في هذا الباب. ولذلك أبو محظورة كان في الطبراني يقول ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان حرف حرف الله أكبر الله أكبر إلى آخر ما قال فيه ترجيعا. والصحيح كما قلت المسألة ليست خلافا، فأقول أن الخلاف خلاف تضاد، هو خلاف تنوع، والجميع على الصحة. الفوائد المستنبطة: جواز أخذ الأجرة على الأذان، أنا لا أقول بذلك صراحة، أنا أقول هذا ما قاله كثير جمهور العلماء لحديث أبي محظورة أنه ألقى عليه سرة من فضل. والحق أن أبي محظورة لم يشترط ولم يضع ذلك أمرا له ليأخذ، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه. ولذلك قلنا نحن نقول بحديث أبي محظورة لأنه بيت مال المسلمين، إذا أعطى يأخذ، وأيضا لا يشترط كما قلنا الدعوة لا يأخذ مقابلها مال، لكن إن جاءه المال غير مستشرف فالله تعالى قد رزقه وكفاه فيكفي. الفائدة الثانية: خلاف التنوع، الكل سنة لكننا نبحث عن الكمال والأكمل. الفائدة الثالثة: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي مسح على رأس المحظورة معناه كان يستهزئ، ثم علمه ثم بعد ذلك أخذ
في الأذان. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.